والله ينصر سيدنا. عاش الملك. احنا ارتعت القبيله انها تدير واحد الزياره ميدانيه للقرقرات، لان كان الناس كامله تسمع غير عبر الاعلام، ولكن عبر الواقع جينا اليوم نشوفوا بعين المجرده شنو واقع في في القرقرات. جينا للقرقرات ولكن جبرنا الحمد لله امنه، جبرنا فيها الامن وجبرنا الطريق مرخيه لجهه شق الموريتانيا، والحديد يمشي والسلع تدخل وتمرق. يعني حتى الناس اللي يقول لك عن القرقرات راهي حابسه ولا فيها خبيط ولا فيها شي امور، القرقرات امنه الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وجهود الامنيه ديال الدوله المغربيه. ومن هذا المنبر كنقولوا لجميع المغاربه ما يتموا يصنطوا الفيسبوك يقراوا الاكاذيب ولا الاذاعات الفارغه، ولا يجوا لعين المكان مرحبا بهم ويشوفوا على ارض واقع ويديروا الزياره لهذا المعبر ويشوفوا بعينهم بان المعبر في امان والناس كتمشي وتجي وكل شيء بخير الحمد لله. وعاش الملك والسلام عليكم. عاش الملك. كنحيوا هذه المنطقه الحمد لله باسم ولاد بوسواع باقليم بوجدور، والحمد لله جينا لهذ الارض ديالنا والله ينصر الملك، وحنا فرحانين والله يعاون الشعب والله ينصر الملك والله يعاون الجيش اللي ساهر على هذه الارض السعيده، ونطلب الله تعالى الله ينصر ملكنا والله يعز خوتنا، والحمد لله فرحانين بارضنا والحمد لله على هذه المناسبه السعيده باسم ولاد بالسبع بوجدور. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.